السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم كيفاش تحسبوا النهايات. غنبداو بواحد التذكير، لاحظوا معايا. دونك هنا عندي لا ليميت ديال اكس تانفير بلس لانفيني دو اكس، راه هي بلس لانفيني. ملي كيكون عندي لا ليميت ديال اكس تانفير بلس لانفيني ديال اكس اكسبوزون ان، هنا كنقولوا تيغال ا بلس لانفيني. يعني ملي كيكون عندي اكس تانفير بلس لانفيني وعندي لا ليميت ديال اكس اكسبوزون ان و اكس تانفير بلس لانفيني، هنا كنقولوا ايتيغال ا بلس لانفيني كيلكو سوا ان ابارتيان ان ايطوال، يعني يكون زوجي يكون فردي بالطبع من غير صفر. هادي راها دائما كتساوي بلس لانفيني. لاحظوا معايا ملي كيكون عندي لا ليميت ديال اكس تانفير موان لانفيني دو اكس، راه كنقولوا هي موان لانفيني. هنا ردوا معايا البال ملي غنبغيو نحسبوا لا ليميت ديال اكس تانفير موان لانفيني ديال اكس اكسبوزون ان. قلنا فاش كان اكس تانفير بلس لانفيني ما كانش مشكل، كنقولوا اكس اكسبوزون ان يعني لا ليميت ديالو راه هي بلس لانفيني. مي فاش كيكون اكس تانفير موان لانفيني ردوا البال ديال اكس اكسبوزون ان. هنا الا كان هاد ان بير بالطبع سوف لو نومبر زيرو، الا كان هاد ان بير راه كنقولوا لا ليميت ايتيغال ا بلس لانفيني. ولكن الا كان هاد ان امبير يعني واحد ثلاثة خمسة الى اخره وكيكون اكس تانفير موان لانفيني، هنا لا ليميت كنقولوا ايتيغال ا موان لانفيني. دونك غنعطيكم بعض الامثله باش تفهموني مزيان. غناخذ مثلا، ردوا معايا البال، عندي هنا نبداو بهاد المثال. عندي لا ليميت ديال اكس تانفير بلس لانفيني ديال اكس اكسبوزون 3. حنا كنا قلنا في القاعده اللي عطيتكم، قلنا راه لا ليميت ديال اكس تانفير بلس لانفيني ديال اكس اكسبوزون ان راه كنقولوا بلس لانفيني كيلكو سوا ان ابارتيان ان ايطوال، زوجي ولا فردي ما كاينش مشكل ما عدا الصفر، يعني ديما بلس لانفيني. داكشي علاش غنكتب هنا ايتيغال وغنجي نكتب بلس لانفيني. ردوا معايا البال باش تفهموا مزيان. غناخذ دابا لا ليميت ديال اكس تانفير موان لانفيني وعندي اكس وكاري. هنا قلت لكم الا تكتبات على هذا الشكل لا ليميت ديال اكس تانفير موان لانفيني باردون ديال اكس اكسبوزون ان وكان ان بير سوف لو نومبر زيرو، كنقولوا راه ايتيغال ا بلس لانفيني. حنا غنشوفوا هاد ان عندي هو لو نومبر دو، دو سيت ان نومبر بير، دونك هذا راه كيساوي بلس لانفيني. كون كانت عندي مثلا لا ليميت ديال اكس تانفير موان لانفيني ديال اكس اكسبوزون 3 كنا غنقولوا موان لانفيني حيت 3 سي تان نومبر امبير. ناخذ هنا لا ليميت ديال اكس تانفير موان لانفيني ديال اكس اكسبوزون 3، ردوا معايا البال حيت عندي اكس تانفير موان لانفيني ديال اكس اكسبوزون 3، غنشوف هاد ليكسبوزون كيف ما كتلاحظوا هنا عندي 3 سي تان نومبر بير دونك غتعطيني موان لانفيني. هنا عندي لا ليميت ديال اكس تانفير موان لانفيني ديال اكس اكسبوزون 4، عندي اكس تانفير موان لانفيني وعندي هنا ليكسبوزون عندي بير دونك راه غتساوي ليا بلس لانفيني. هنا عندي باردون، عندي لا ليميت ديال اكس تانفير بلس لانفيني ديال 3 اكس. دونك هنا نتوما كتعرفوا ان لا ليميت، هنا ديما ردوا البال باش نقدر نلقاو هاد لا ليميت نخدمو حنا مرحلة بمرحلة. حنا بغينا نلقاو ديال 3 اكس، 3 اكس راه هي 3 فوا اكس، دونك نعطيو في الاول بعدا ديال اكس. عندي لا ليميت ديال اكس تانفير بلس لانفيني ديال اكس، راه كنت قلت لكم هي بلس لانفيني، وعندي لو نومبر 3 حيت هنا كاين الضرب، وعندي لو نومبر 3 عندي اي 3 بلو غون كو زيرو. دونك هذا لا ليميت ديالو عطاتني بلس لانفيني، بلس لانفيني مضروبه في عدد موجب اذا غتبقى موجبه. دونك هنا غتعطيني لا ليميت ديال اكس تانفير بلس لانفيني ديال 3 اكس، حيت هذه عطاتني بلس لانفيني تضرب في عدد موجب غتبقى بلس لانفيني. هي اللي غنجي نكتب لكم هنايا دونك سي بلس لانفيني. غنخدم معكم هذا المثال الاخر، عندي لا ليميت ديال اكس تانفير بلس لانفيني ديال موان 4 اكس كاري. دونك غنخدموها بنفس الطريقه، غنكتبوا لا ليميت ديال اكس باردون لا ليميت ديال اكس
طونفير بلوس لانفيني ديال اكس او كاري. بعدا نلقاو بعدا ديال اكس او كاري ومن بعد نضربوها في موان 4 ديال اكس او كاري. اصلا ملي كتكون بلوس لانفيني بلا ما تبقاو تشوفوا في هاد الاس اللي عندكم هنايا صافي ديريكتومون راه كنقولوا بلوس لانفيني. مي غنشوف هاد لو نومبر عندي اي موان 4 سي ان نومبر نيجاتيف. ردوا معايا البال دونك عندي بوزيتيف و نيجاتيف دونك راه غيعطيني نيجاتيف سكيفي راه لا ليميت ديال اكس طونفير بلوس لانفيني ديال موان 4 اكس او كاري راه غتعطيني موان لانفيني. فهمتوا منين جات هاد موان لانفيني؟ الان غنمر لهاد المثال الاخر. عندي لا ليميت ديال اكس طونفير بلوس لانفيني ديال موان 3 اكس او كوب دونك عندي هنا بلوس لانفيني اكس طونفير بلوس لانفيني دونك بلا ما نبقاو نشوفو في ليكسبوزون يعني هادي راه غتعطيني بلوس لانفيني. هنا اللي كاين لا ليميت ديال اكس طونفير بلوس لانفيني ديال اكس اكسبوزون 3 راه غتعطيني بلوس لانفيني و بلوس لانفيني غيتضرب في عدد سالب دونك غيعطيني موان لانفيني. هنا عندي لا ليميت ديال اكس طونفير موان لانفيني دو موان 3 اكس او كاري. هنا حيت كاينه موان لانفيني فو فيغ اتونسيون ضروري خصني نشوف الاس. كتلاحظوا معايا بلي هاد ليكسبوزون عندي ست نومبر بير عدد زوجي اذا هنا هاد لا ليميت ديال اكس او كاري كون اكس طونفير موان لانفيني هادي راه غتعطيني بلوس لانفيني ولكن بلوس لانفيني غيتضرب في عدد سالب كيف غتعطيني موان لانفيني. عندي هنا لا ليميت ديال اكس طونفير موان لانفيني ديال موان 5 اكس على بويسونس 7 دونك اول حاجه بعدا غنشوفو اكس على بويسونس 7 عندي اكس طونفير موان لانفيني وعندي هاد 7 عدد فردي دونك هادي غتعطيني موان لانفيني حيت انا عندي الاس عدد فردي دونك موان لانفيني غيتضرب في عدد سالب غتعطيني بلوس لانفيني. غنعاود نخدمها معاكم هنا باردون. عندي لا ليميت ديال اكس لاحظوا ديال اكس طونفير موان لانفيني ديال اكس اكسبوزون 7 عندي هنا هاد ليكسبوزون سي تان نومبر امبير كنردو البال الاس غير فاش كيكون اكس طونفير موان لانفيني دونك هادي غتعطيني موان لانفيني ولكن عندي اي موان 5 سي تان نومبر نيجاتيف والموان مع الموان راه صدام بلوس. هنا ردوا معايا البال عندي لا ليميت ديال اكس طونفير بلوس لانفيني عندي بولينوم حدوديه اكس او كاري بلوس 3 اكس بلوس 1 دونك ملي كتكون عندي حدوديه وكيكون عندي اكس طونفير لانفيني كناخد الحد اللي عنده اكبر اس دونك اكبر اس عندي هنا هو اكس او كاري دونك غنكتب لا ليميت حدنا باقي ما لقيناش لا ليميت نبقاو نكتبوهم ديال اكس او كاري وهنا قلنا راه اكس طونفير بلوس لانفيني اذا بلا ما نبقاو نشوفو في الاس ديريكتومون غنقولو ايتيغال ا بلوس لانفيني. عندي لا ليميت ديال اكس طونفير موان لانفيني ديال موان 4 اكس او كاري بلوس 5 اكس موان 1 دونك هنا عندي بولينوم دونك غناخد اللي عنده اكبر اس. لا ليميت ديال اكس طونفير موان لانفيني ديال موان 4 اكس او كاري لاحظوا معايا هنا عندي موان 4 فوا اكس او كاري عندي اكس طونفير موان لانفيني دونك نلقاو بعدا لا ليميت ديال اكس او كاري كون اكس طونفير موان لانفيني عندي الاس الزوجي دونك هادي راه غتعطيني بلوس لانفيني هادي الفا اكس او كاري غتعطيني بلوس لانفيني ولكن مع هاد الموان غتعطي موان لانفيني. ننتقلوا الان للتمرين الثاني دونك بالنسبه لهاد التمرين الاول بقاو تردوا غير البال الا كان اكس طونفير بلوس لانفيني وعندي لا ليميت ديال اكس طونفير بلوس لانفيني ديال اكس اكسبوزون 5 6 7 اكسيتيرا يعني هاد ما كيكونش مشكل في الاس ملي كيكون اكس طونفير بلوس لانفيني غنجي غنكتب ايتيغال بلوس لانفيني ولكن الا كان اكس طونفير موان لانفيني بقاو تردوا البال للاس كان الاس زوجي راك غتعطيني بلوس لانفيني كان الاس فردي غتعطيني موان لانفيني. دونك هنا عندي لا ليميت ديال اكس طونفير بلوس لانفيني ديال اكس او كاري بلوس 3 اكس سور اكس موان 1 دونك هنا عندي حدوديه على حدوديه دونك غنكتب لا ليميت ديال اكس طونفير بلوس لانفيني غناخد اكبر حد اللي كاين في البسط على اكبر حد اللي كاين في المقام ديال اكس او كاري سور اكس. هنا ممكن حيت اكس او كاري راه هي اكس في اكس يعني ممكن نختزل اكس مع اكس وتبقى لي واحد الاكس في البسط غندير لا ليميت ضروري تكتب لا ليميت ما حدنا باقي ما لقيناهاش دونك هنا غتبقى لينا اكس في البسط حيت غنختزل هنا هذه راه هي اكس في اكس وهنا عندي اكس غنختزلوا اكس مع اكس غتبقى لينا اكس وحده اخرى. هنا عندي اكس طونفير بلس لانفيني لا ليميت ديال اكس طونفير بلس لانفيني دو اكس راه هي بلس لانفيني لا ميم شوز عندي حدوديه على حدوديه دونك ما كاينش مشكل
مي الا كان الغاسيل ما عندناش الحق نطبقوا هذه القاعده. لا ليميت ديال اكس تانفير موان لانفيني ديال موان 3 اكس كاري سور اكس كاري. ردوا معايا البال. دونك هنا غنقول ايتيغال، هنا ممكن نختزل اكس كاري مع اكس كاري، غتبقى عندي لا ليميت ديال اكس تانفير موان لانفيني ديال موان 3، صافي راه غيبقى غير هاد لو نوم حيت ما بقاتش عندي شي اكس. فوالا هنا عندي لا ليميت ديال اكس تانفير بلس لانفيني، ولاحظوا معايا بلي راه ما كاينش الغاسين، دونك نقدروا نطبقوا هاد القاعده، ناخذ الحد اللي عنده اكبر اس على الحد اللي عنده اكبر اس في المقام. دونك هنا اكبر اس هو هاد اكس كاري هو 2، هنا اكس على بويسونس 3. بنفس الطريقه دونك غندير لا ليميت ديال اكس تانفير بلس لانفيني، اكس كاري راه هي اكس في اكس، وهنا اكس كوب راه هي اكس في اكس في اكس، دونك في البسط ما غيبقى لينا والو، دونك واحد باردون. وفي المقام غتبقى خاصنا اكس. غنشرح لكم منين جا هنايا هاد العدد. عندي اكس كاري سور اكس اكس على بويسونس 3، دونك هنا هاد اكس اكس كاري راه هي اكس في اكس، وهنا اكس كوب راه هي اكس في اكس في اكس، اختزلت اكس مع اكس واكس مع اكس، بقات ليا واحد على اكس، هي اللي كتبت لكم هنا. دونك هنا غنجي نبدا نعوض، عندي لا ليميت ديال اكس تانفير بلس لانفيني ديال واحد على لانفيني، عدد الا قسمته على لانفيني يعني يكون موجب ولا يكون سالب، الا قسمته على لانفيني راه غيعطيني صفر.